السلام عليكم، اليوم عندنا جهاز قاطعة سيراميك اشتريتها من سوق الجمعة 5000 دينار. بيها مشكلة انه ما قاعد تفتر. هسه نفتحها ونشوف شنو المشكلة. البولبة متكسر، هذا هو المشكلة. دش لي سليم ما في مشكلة، بس البولبة متكسر. شكل الآمر ما في شيء، بس لازم نفحصه. ذاك الكويل شكله أيضا ما في شيء، يعني مشكلة الجهاز كانت البولبان. هذا البرغي سنعكس، شكل الدش ايضا سليم ما في مشكلة. هسه لازم اشيل البولبن، ولكن عندي الدش لي اشيل، لازم اول شي لازم يشال، بعدين اقدر اطلع بقايا البولبن.
الكويل شكله سليم ما في مشكلة، بس أيضا نفحصها بالأوفنتر. نجي نفحص الأرميتشر بجهاز الجراودر. الارميتشر سليم ما بي دمج. بعدين نجي نفحصه بالاوميتر. اغلب القراءات واحد ولكن بعض المكونات صفر، وهذا سبب ان السلك تخين فمقاومته قريبة للصفر، يعني قريبة للتوصيل، فذلك تشوف اكو واحد واكو صفر، هذا شيء طبيعي في الاسلاك هي تكون ذات قطر تخين، بس الارميتشر ما بي شيء سليم. تعودنا دائما كل ما نفتح الجهاز نحاول ناخذ بيانات الارميتشر لان نستفاد منها مستقبلا. اولا نقلب الارميتشر هذا الشكل، راح نشوف ان الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، إذا هذا النوع يبدي مفرد وينتهي مفرد. نجي نحدد أنه المجرى يقابل نحاسة أو فراغ. المجرى يقابل نحاسة، هذا أول مجرى، مسار اللف من اليمين لليسار، اتجاه اللف مع غرب ساعة. نتبع السلك الأخير، إذن هذا هي النحاسة، هو هذا الميل. إذن الميل على الجهة الأمامية الملف، الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي صفر، الميل الخلفي صفر. هاي بيانات الربط لهذا الأرميتشر. بس نجي نفحص الكويل. إذن الكويل سليم. بقى البولبن لازم ننظفه زين، كل هاي بقايا البولبن متكسر هنا مجمع، لازم ننظفه زين. هذا كله لازم نرفعه زين. هسه نجي نغسل الجهاز بعدين نركبه من جديد. قبل لا اغسله يلف شيء غريب، جت هنا عنكبوت معشعش هنا،
يعني هذا الجهاز متروك صار له فترة هواي.
مثل ما شفت العطل كان بسيط، مجرد بولبان كان متكسر. سبب تكسر البولبان هو دخول الأتربة إلى البولبان. طبعا هذا الجهاز بمنظومة ماء يستخدم الماء أثناء القطع حتى يقلل الأتربة، بس احتمال ما مستخدمين منظومة الماء لذلك البولبان تكسر. هذا الجهاز. تقبل التحياتي، أخوكم مصطفى.